بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في المحاضرة الثانية في كورس هندسة الصرف الصحي. هنتكلم في المحاضرة النهاردة عن تخطيط شبكات الصرف الصحي وملحقاتها. أول حاجة عايزين نعرف تخطيط شبكة الصرف الصحي أو السيورج نتورك بلاننج. عايزين نعرف الأول شبكات المياه بيبقى فيه خزانات عالية بيبدأ من خلالها ضخ المياه خلال المواسير عشان تبدأ ترتفع أو نبدأ نطلعها لأعلى منشأ عندنا في المدينة. العكس بيتم في شبكات الصرف الصحي. اللي بيتم في شبكات الصرف الصحي اللي أنا باجي على أوطى منطقة عندي وأبدأ أجمع فيها المياه، وفي أوطى منطقة دي ببدأ أحط حاجة اسمها محطة الرفع اللي بتبدأ من خلالها من خلال بمبات ببدأ أرفع المياه لمحطة المعالجة. تصميم شبكات الصرف بيبقى عامل ازاي؟ اللي انا بخلي المياه تمشي في المواسير اندر جرافتي. يعني ايه اندر جرافتي؟ يعني ما بيبقاش فيها بمبات، ما بضخش مياه الصرف الصحي، بخليها تمشي اندر جرافتي بالشكل ده. اللي بيبقى عندي ادي الماسوره الرئيسيه او ماسوره الصرف الرئيسيه، وبيبقى عندي بلعات اللي بنسميها المطابق هنشوفها قدام، وبيبقى عندي الوصلات بتاعت المنازل تبدا ترمي على المطابق دي وتبدا تمشي في المواسير بالشكل ده. وده قطاع، ادي البلاعه وادي ماسوره الصرف الرئيسيه، وفي ماسوره داخله على البلاعه عندي او المطبخ. كل المياه اللي بتمشي بتمشي اندر جرافتي، مفيش اي بريشر، وده شكل من الايه من الطبيعه. ده كده مخطط يوري لك بس الشبكات بتبقى عامله ازاي. دي مثلا وصلات منازل، دي الصغيره دي هي وصلات منازل، بتبدا ترمي الوصلات المنازل دي طبعا بتبقى ذات اكتر صغيره مثلا 200 مللي، تبدا ترمي على خطوط اكبر في القطر شويه، وبعد كده الخطوط دي ترمي على شبكات اكبر، وبعد كده ترمي على شبكات اكبر. طبعا الاقطار من هنا من عند مواسير المنازل بتبقى صغيره، كل ما بيزيد البريش اللي هو الديسشارج فبالتالي لازم ان انا ازود قطر الايه قطر المواسير بتاعتي لغايه ما ترمي في الاخر حاجه اسمها المجمع المجاري الرئيسيه، ومن خلالها بيبدا ان يوديها لمحطه الايه الرفع اللي هي بتصل في اوطى حته عندنا فين في المنطقه. اهو ده برضه شكل تاني، شكل بيوضح مسار مياه الصرف الصحي. لو اعتبرنا ان دي بلوكات، يعني دي عباره عن منازل او بيوت، واللي في النص دي شوارع، والدوائر دي هي المطابق او البلعات اللي عندك في الشارع، وما بينهم بنبدا نوصل مواسير، تبدا المياه تمشي في الشوارع دي اندر جرافت زي ما قلنا لغايه ما نصل لاوطى حته اللي بيبقى فيها البياره او بيسموها محطه الايه محطه الرفع. بعد كده محطه الرفع بيبقى عندها بنركب فيها بمبات، البمبات دي بتبدا تاخد المياه من محطه الرفع وتضخها لغايه ما نصل لمحطه التنقيه. ملحوظة هنا واللي احنا عايزين نعرفه ان جميع المواسير قبل محطه الرفع بتمشي فيها المياه اندر جرافتي، فبنسميها خط انحدار. يعني ايه خط انحدار؟ يعني بينحدر طبقا لتضاريس الايه الارض. لكن اي خط بعد محطه الرفع بنسميه خط طرد. ليه خط طرد؟ لان بيبدا بيمشي فيه الميه اندر بريشر تحت ضغط. طب تعال نشوف معانا بعض ملحقات شبكه الصرف الصحي، الاكسسوارز او السيور اكسسوارز اللي هي ملحقات الصرف. ايه اول حاجه؟ المطابق اللي احنا بنسميها المان هولز. عايزين نعرف هو عباره عن ايه، نعرف ايه الهدف منه، وعايزين نعرف ملحقاته وأماكن إنشاء المطابق أو البلاعات. أول حاجة هو عبارة عن إيه؟ يعني إيه مطبق أو يعني إيه بلاعة؟ قال لك هو عبارة عن غرفة رئيسية بتبدأ بنحطها على خطوط مين؟ الانحدار. وعرفنا خط الانحدار هي الخطوط اللي بنجمع منها المية. ده شكل المطبق، بيبقى عبارة عن غرفة رئيسية. طبعا قطرها أو ارتفاعها بيعتمد على حاجات كتير، منها كمية الديسشارج اللي أنا بجمعها قد إيه، التضاريس اللي عندي وخلافه. طيب المطبق الهدف منه، انا ليه بنشأ مطابق؟ ليه بعمل بلعات في الشوارع؟ واحد هو دخول خطوط صرف المنشآت على الشبكة. بمعنى انا عندي منزل والمنزل ده لسه مبني جديد، فعايز اوصل له مجاري للشبكة الرئيسية. هل ينفع اوصلها له على طول على الماسورة؟ ينفع اكسر ماسورة اوصل ماسورة بماسورة؟ ما ينفعش، يبقى لازم اعمل مطبق بحيث ان انا ادخله ايه فيه على طول. يبقى ده اول حاجة دخول خطوط صرف المنشآت على الشبكة. تاني حاجة هي توصيل مواسير بأقطار مختلفة. الشكل ده هنلاقي القطر ده يختلف عن القطر ده. فمثلا لو عندي قطر 200 مللي، القطر تاني 250 300، طب الأقطار المختلفة دي أوصلها مع بعض ازاي؟ يبقى لازم أعمل مطبق عشان أبدأ أدخل فيه المواسير الإيه بأقطار مختلفة.
طب تالت حاجة هي إجراء أعمال الصيانة والتسليك. شبكة الصرف الرئيسية أو مواسير الصرف الرئيسية المية بتمشي فيها، فبتبدأ تجمع قمامة، ممكن كيس شيبسي يقع، كنزاية، أي حاجة تقع في مواسير المجاري. طب ممكن الحاجات دي تسد المجاري، فيبدأ عامل النظافة أو اللي هو العامل يعني هيجي يفتح البلاعة أو يفتح المطبخ ده، ويبدأ ينزل خلال سلالم داخلية ويبدأ يسلك الإيه البلاعات دي، أو من هو فوق بيبدأ ينزل زي أسياخ حديد يبدأ يسلك لي بيها البلاعة أو المطبخ بتاعي. يبقى هدف المطبخ هو إجراء أعمال الصيانة والتسليك على خط الإيه، على خط المجاري. طيب ملحقات المطبخ، أول حاجة سلم درج من الحديد الزهر، من جوه بيبقى فيه سلم بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بيبدأ ينزل عليه العامل عشان أغراض الصيانة. تاني حاجة الغطا، الغطا بتاعه ممكن يبقى من الستيل أو ممكن يبقى من مادة اسمها الجي آر سي. أهو ده شكل داخلي للمطبخ أو المان هولز البلاعة بتاعتنا، وأدي اللي احنا حكينا عليها السلالم من الحديد الزهر عشان تستخدم لأعمال الصيانة، ودي أرضية المطبخ من تحت بيبقى فيها ميول بحيث إن المية ما يحصلهاش ركود، دايما تبقى المية إيه بتجري. دي أشكال للغطيان بتاعة المطبخ من فوق، أشكال فنية اللي احنا بدأنا نحول الحاجة النيجاتيف لحاجة بوزيتيف وتدي بهجة بدل ما يبقى هي انديكيشن لحاجات ايه سيئة. طيب نشوف أماكن إنشاء المطبخ، المطابق دي أو البلعات دي نحطها فين بالظبط. أول حاجة هي عند تغيير قطر الماسورة، أول حاجة عند تغيير قطر الماسورة when pipe diameter change. تاني حاجة عند تغيير نوع الماسورة when changing the type of pipe. تالت حاجة عند تغيير اتجاه الخط، هنعرف كل الحاجات دي مع بعض دلوقتي. تالت حاجة عند تغيير انحدار الخط، وخامس حاجة على مسافات محددة تبعا للايه للكود. تعال نشوف نفصص الموضوع ده بالظبط مع بعض. اول حاجة عند تغيير قطر الماسورة، احنا قلنا ان احنا عندنا مواسير باقطار تبدأ من حوالي 175 مللي لغاية مثلا 1000 او 1200 كمان. طيب يبقى اذا انا بعمل مطبق ليه؟ لان مثلا بيبقى عندي قطر هنا صغير مع قطر كبير، ينفع اوصل ماسورتين مع بعض باقطار مختلفه؟ ما ينفعش، يبقى لازم اعمل مطبق. يبقى اول حاجه عند تغيير في قطر الماسوره. تاني حاجه عند تغيير ميل الماسوره. يعني ايه عندي تغيير ميل الماسوره؟ انا عندي مثلا الماسوره الاوليه ماشيه مع ميول الارض اس نوت، بدا حصل فيه اختلاف في منسوب الارض فبدات الماسوره تمشي بميل تاني اسمه اس 2 اللي هو سلوب 2، فبالتالي لازم اعمل مطبق عشان يبدا ادخل عليه المواسير بتاعتي. طب تالت حاجة عند انحراف الخط. يعني ايه عند انحراف الخط؟ انا الشارع بتاعي ماشي ستريت، حصل مرة واحدة اللي انا عايز احود يمين او احود شمال، طب احود يمين او احود شمال هل ينفع اركب كوع؟ ما ينفعش، يبقى لازم احط مين المطبق بتاعي بره. طب رابع حاجة عند دخول خط على الخط العمومي، زي ما قلنا عندي وصلة منزل عايز ادخلها على ماسورة الصرف الرئيسية فبعمل مطبق عشان ابدأ ادخل على مين الوصلات اللي عندي. بعد كده مطبق هدار، مطبق هدار ده هنشوفه بعدين في السلايد الجاي بالتفصيل، وهو اللي بيحصل عند اختلاف المنسوب ازيد من 1 متر، لو منسوب الارض هنا عن منسوب الارض اللي هنا في اختلاف اطول او من ايه من او فرق الاختلاف او فرق المنسوب اكبر من 1 متر، فبعمل حاجه اسمها مطبق هدار وهنشوفه في السلايد الجاي. طب افرض لو الشروط دي كلها ما اتطبقتش، او يعني ما عنديش انحراف في الخط، ما عنديش تغير في قطر الماسوره، ما عنديش فرق في المنسوب ولا فرق في الميول، اذا ما اقدرش اعمل مطابق؟ قال لك لا، الكود بيوصي بان حتى لو ما فيش ميول وما فيش انحدارات وما فيش تغير في ميل في قطر الماسوره لازم ان انا اعمل مطبق كل مسافه محدده. المسافه دي اعرفها منين؟ قال لك من خلال الكود. الكود مديك جدول بالشكل ده، قال لك انت عندك الاقطار المستخدمه واكبر مسافه بين مطبقين ما اقدرش اعديها، يعني اكبر مسافه 30 متر لو انا كنت بشتغل باقطار مواسير من 175 مللي لغايه 200 مللي، 50 لو كنت انا شغال من 200 ل 300 وهكذا. ده اللي الكود ايه بيوصيني بيه في حاله المسافات المحدده للمطابق. ده شكل المطبق الهضار اللي اتكلمنا عنه، قلنا ان دي الماسوره مثلا الرئيسيه ودي ماسوره جايه من الناحيه الثانيه. فرق المنسوب هنا ازيد من 1 متر، طب معنى ايه ان فرق منسوب ازيد من 1 متر؟ معناه ان الميه اللي هنا هتيجي اندر جرافت في مره واحده هتقوم داخله على المطبق فتعمل الشكل اللي احنا شايفينه ده، فيحصل هنا تآكل في جدار المطبق. طب عشان اتجنب الحكايه دي واتجنب ان فرق المنسوب العالي ده لما الميه تنزل ما تاكلش برده في جدار المطبق من تحت، فباجي هنا واقوم عامل ماسوره بالشكل ده كده، قبل ما الميه ما تخرج يحصل دروب للميه هنا فتنزل، فبالتالي يبقى عملت ايه؟ قللت من سرعه اندفاع الميه.
الماسوره دي بتاخد احد الشكلين، لا الا شكل الواي بالشكل ده، لا الا شكل التي. هو ده مطبخ الهضار. ده برضو الشكل التاني اللي لسه شايفينه، اللي هو شكل المطبخ من الداخل. ودي اشكال المطابخ تبقى من الخرسانه العاديه، ممكن يبقى الشكل مربع، شكل دائري، الشكل اللي احنا شايفينه. ده قطاع داخلي في مطبخ، ادي السلالم اللي اتكلمنا عنها، وادي ده الخط الرئيسي، وده خط وصل جاي من منشأ مثلا او من منزل او اي حاجه، وادي الميول الداخليه اللي في المطبخ. هنا بقى بيجي المطبخ، الشكل اللي احنا شايفينه هنا ده، اللي هو الميول بالشكل ده. ليه عملنا الميول بالشكل ده؟ ليه ما رفعناهاش مره واحده بالشكل ده وخلينا الغطا كبير؟ السبب ان لو عملناه ستريت بالشكل كده، لو عملناه ستريت كده، فهنلاقي ان قطر المطبخ عندي بقى واسع. ده معناه ايه؟ معناه ان الطريق فوق هنا فيه عربيات ماشيه. طب العربيات اللي ماشيه دي هتولد لي ستريسز على الغطا ده، يبقى انا لازم الغطا ده يبقى السمك بتاعه كبير عشان يقدر يتحمل الاستريسز والاجهادات اللي جايه عليها. فقال لك لا، الكود قال لك لا، احنا هنعمل ايه؟ احنا هنخلي معظم الاقطار بتاعت المطابق بتبقى حوالي 60 سنتي، فبالتالي بنعمل الشطفه اللي احنا شايفينها دي عشان اخلي القطر صغير، فبالتالي الاجهادات اللي هتتولد عليه اجهادات قليله عشان ما يحصلش كسر في الايه، في المطبخ او في الغطا بتاع المطبخ. دي حاجة تاني. حاجة لازم الشطفة دي تبقى فين؟ تبقى قدام السلم مش عند السلم. ليه؟ عشان لازم المنطقة اللي فيها السلم تبقى منطقة ستريت، عشان العامل لما يفتح البلاعة وينزل ما يبقاش ايه، ما ينزلش ويوطي بالشكل كده. اوكي، اهو ده الشكل من فوق. طبعا احنا بنردم كل اللي احنا شايفينه ده، لو نرجع للسلايد كل ده بنردمه ونسيب بس الايه، الحتة اللي فوق زي اللي احنا شايفينها دي. الباقي بقى السمك ده كله بيبقى عبارة عن رصف للطرق. دي أشكال للمطابق المختلفة. هنا مطبق عمق أقل من 1.20 متر، ده من 1.20 متر ل2.5 متر، وهكذا. دي أشكال لمين؟ للمطابق الإليفيشن والبلان بتاعها، قطاع في البلان وقطاع إليفيشن. نيجي هنا ونفتكر مع بعض، هنقول إن إيه؟ إن المنزل عندنا أهو، بنبدأ نعمل غرف تفتيش عند كل منزل، ونبدأ من خلال مواسير الانحدار اللي هنجمع منها المية. مواسير الانحدار بنبدأ نحط حاجة اسمها المطابق وخدناها، بعد كده بنبدأ نرميها في محطة الرفع. محطة الرفع زي ما قلنا بيبقى فيها بمبات، البمبات دي هدفها اللي هي تضخ المية خلال مواسير تانية. المواسير دي قلنا عليها خط الطرد أو بيسموها ماسورة صاعد، ونبدأ نوديها لمين؟ لمحطة المعالجة. قبل ما المية ما تخش على محطة المعالجة بنعمل هنا زي غرفة كده، بنسميها ايه؟ بنسميها غرفة التهدئة. هنشوفها دلوقتي، غرفة تهدئة. ليه بنعمل غرفة التهدئة؟ تعالوا نشوف. غرفة التهدئة او السلو داون تشامبر، بنعمل ادي شكل غرفة التهدئة. بنعمل غرفة التهدئة دي ليه؟ قلنا ان خط الطرد ده خط بيبقى المية بتمشي فيه اندر بريشر، في ضغط، فالمية هتمشي بسرعة عالية جواه. طب قبل ما تخش على اول وحده من وحدات المعالجه لازم اعمل غرفه تهدئه بحيث ان انا اهدي فيها الميه، اخلي الميه فيها يحصل لها ايه، سلو داون، تبطئ سرعتها قبل ما تخش على اول وحدات المعالجه. فبالتالي الغرفه اهميتها ان هي بتحول لي خط الطرد لخط انحدار. ادي شكل الغرفه التهدئه، قطاع راسي فيها. تعالوا نشوف ايه الشروط اللازمه، ودي جزئيه مهمه جدا، ايه الشروط اللازمه في او الاشتراطات في غرفه التهدئه. أول شرط أن يجب أن يكون الاتجاه الطولي للغرفة في نفس اتجاه ماسورتي الدخول والخروج. أدي ماسورة الدخول اللي هو بنسميه خط الطرد، بيخش على غرفة التهدئة، وأدي خط انحدار، لأن إحنا عارفين أن غرفة التهدئة بتحول لي خط الطرد لخط انحدار. قال لك لازم الطول بتاع الغرفة ده يكون في نفس اتجاه مين؟ ماسورتي الدخول والخروج. ده أول شرط. طب تاني شرط، قال لك يجب أن يكون قطر خط الانحدار بعد غرفة التهدئة أكبر من قطر خط الطرد، وبميل مناسب بحيث يعطي سرعة أكبر من 6 من 10 متر على الثانية عند امتلاء ثلثي قطر الماسورة. يعني إيه؟ يعني بيقول لك هنا القطر ده بيبقى صغير، هنا القطر ده لازم يبقى كبير. ليه؟ لأن إحنا عارفين من معادلة الكيو هتساوي إيه؟
تساوي الاريا في الفي. طب انا عايز اقلل السرعه، يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم اكبر الاريا، والاريا عندي باي دي سكوير على الاربعه، يبقى لازم اكبر قطر الماسوره عشان اقلل السرعه بتاعتي، عشان احوله من خط طرد لخط انحدار. طب بيقول لك عند امتلاء ثلثي قطر الماسوره، قال لك لان احنا في مواسير المجاري، اسف اهي لو قلنا اعتبرنا ده القطر بتاعنا مثلا، في مواسير المجاري انا ما بخليش الميه تملى الماسوره بالكامل، ده انا بخليها تتملي لغايه النص، واقصى حاجه عندي هو مين؟ تلتين الماسوره ايه؟ تتملي، يبقى لا النص لا تلتين الماسوره. طيب تالت شرط معانا، قال لك يجب الا يقل عرض غرفه، عرض غرفة التهدئة عن 3 أمثال قطر ماسورة الانحدار، أو 1.2 متر، أيهما أكبر؟ يبقى العرض بتاع غرفة الانحدار ده يكون 3 أمثال قطر الماسورة أو 1.2، أيهما أكبر؟ وطولها، طول الغرفة ما يقلش عن 3 أمثال إيه؟ عرضها. طيب الشرط الرابع، ان بنزود ماسورة الطرد عند التقائها بغرفة التهدئة بكوع 45 ايه درجة مقلوب لأسفل، اهو الكوع ده اللي احنا شايفينه. لازم اعمل كوع جايب من زاوية كام؟ 45. ليه؟ قالك لان المية هتيجي من هنا مندفعة، لان هي بتيجي under pressure، هتيجي مندفعة، فبالتالي لو ما حطيتش الكوع ده ايه اللي يحصل في المية؟ المية هتمشي الحتة دي كلها. طب معنى ايه المية هتمشي الحتة دي كلها؟ المية هتبقى مندفعة، فمش هتلاقي قدامها الا غير الجزء ده بس اللي تهدي فيه السرعة. هل هتلحق الميه تهدي في الجزء ده سرعتها؟ لا، يبقى لازم اعمل مين؟ الكوع ده، بحيث ان الميه هتيجي تخبط في الكوع فتنزل هنا كده، فبالتالي يبقى في مسار اطول للميه تهدي في مين؟ تهدي في سرعتها. الى جانب ان انا بزود الطبقه الداخليه بخرسانه بميول بالشكل اللي احنا شايفينه ده، عشان تجبر الميه اللي هي تمشي في هذا الايه؟ في هذا الاتجاه. طب احيانا ما بعملش الكوع ال 45، لو ما عملتش كوع 45 فباجي هنا بعمل ايه؟ بعمل زي هدار، بحيث ان الميه تيجي تخبط في الهدار فاجبرها برضو اللي هي تهدي سرعتها على مسافه ايه؟ على مسافه اطول. طبعا الى جانب ملحقات بقى غرفه التهدئه اللي بيبقى فيه سلالم زي ما احنا شايفين هنا وسلالم هنا، وبيبقى فيه غطا وغطا، وقلنا دايما الغطيان بتبقى في قطر حوالي 60 سنتي. اهو ده برضو شكل تاني، القطاع راسي وده قطاع افقي في غرفه التهدئه. تعال نشوف برضو من ضمن ملحقات شبكة الصرف، هي غرفة حجز الزيوت والشحوم والرمال. ده شكل فيها، قلنا بتنشأ هذه الغرفة في حالة احتواء المخلفات السائلة على كمية كبيرة نسبيا من الزيوت والمواد الدهنية. بمعنى ايه؟ اللي احنا عايزين في المطاعم او الكافيهات او الفنادق او محطات الوقود وخلافه، الحاجات دي بيبقى فيها زيوت وشحوم. طب هل ينفع اخليها ترمي الصرف بتاعها مره واحده على شبكات الصرف العموميه؟ قال لك لا، لازم بنعمل فيها عندها غرفه كده بنسميها غرفه حجز الزيوت والشحوم والرمال، عشان ابدا اشيل الزيوت والشحوم دي قبل ما ادخلها على محطه الايه، على ما على شبكه الصرف الايه الاساسيه. يبقى الغرض منها هو حجز هذه المواد قبل دخولها على شبكه الايه الصرف. طب بتحط فين؟ قال لك بتوضع عند مخارج مخلفات المنشات زي المطاعم والفنادق والمصانع اللي بتحتوي مخلفاتها على المواد دي. طيب بتتكون من ايه؟ تتكون الغرفة من قسمين، احدهما لازالة الزيوت والشحوم، والاخرى عشان ارصف فيها الرمال والمواد المشابهة. او الغرفة اللي فوق دي هي غرفة ازالة الشحوم، واللي تحت لازالة الرمال وما شابه. نخش بقى هنا الموضوع تاني، وهو ان الدنيا لما بتبدأ تمطر بنبدأ نشوف الشوارع بالمنظر ده، المية بتملى عندنا الشوارع. ده ليه بقى؟ لان ما بيبقاش فيه شبكه لصرف المطر، ما بيبقاش فيه سيستم لصرف المطر، فبالتالي لازم نعمل بلعات بالشكل ده لصرف الامطار. دايما بتبقى محطوطه على جانبي الطريق وعلى مسافات محدده لو هنعمل شكل من النوع ده. طيب تعال نشوف ملحقات شبكه الصرف الثانيه، هي بلعات صرف مياه الامطار او الرين ووتر سينكس، اللي هي بالشكل ده. أول حاجة إن بتستخدم هذه البلوعات في تجميع مياه مين؟ الأمطار اللي بتسقط في الشوارع أو أسطح المنشآت المختلفة إلى شبكة الصرف العمومية
دون الاوراق والفضلات. فبنعمل زي المصافي اللي احنا شايفينها دي عشان تدخل لي الميه بس والاجزاء الصغيره جدا، وتمنع لي بقى اي اوراق او اي شوائب تفضل محجوزه فوق. بيتم وضع البلوعات على جانب واحد او جانبي الايه الطريق، طبعا بنحطها في اوطه منسوب. مواسير صرف ذات اقطار 125 مللي، هنشوف دلوقتي مقطع داخلي لازم يبقى قطر الماسوره ب 125 ايه مللي، انحدار بيبقى 1 ل 100 او على حسب تصميم الطريق ذات نفسه اللي هي الميول الطوليه. طيب ايه تاني؟ يجب ان يكون منسوب ماسوره المخرج اعلى بمقدار 60 سنتي من منسوب قاع البلوعه لضمان عدم خروج الرمال مع المياه، كما تزود بمشترك يمنع خروج المواد الطافيه. تعال نشوف قطاع اهو، ادي الميه هتبدا تتجمع تنزل من خلال المصفى دي وتبدا تتجمع جوه. قال لك لازم ماسوره الصرف اللي انا ادخل فيها الميه تبقى اعلى من مين؟ من القاعده. ليه؟ عشان لو في اي رمال او حاجه تبدا تترسب تحت ويتبقى لي ميه بس، والميه هي دي اللي تكمل في المواسير بتاعتي. اهو ده شكل واقعي اهو، ادي المصفى من فوق وادي المواسير تحت اهي، وفي مسافه ما بين المواسير وما بين القاع تحت في حدود قد ايه؟ في حدود 60 سنتي اهو. ادي شكل تاني، ادي ال 60 سنتي اللي احنا بنتكلم عنهم ماشي، وادي المواسير. واحيانا بنقوم حاطين حاجه هنا بيسموها السيفون. السيفون ده حاجز كده بحيث لو ورقه وقعت اي حاجه وقعت اللي يحصل تفضل طافيه هنا، فبالتالي ما تدخليش الماسوره، الميه بس هي اللي ايه اللي تدخل جوه الماسوره وتعدي. طبعا ده منسوب الطريق وادي الغطا بتاعي بيبقى عرضه حوالي 40 سنتي، وبعد كده الرصيف بتاعي. شكل تاني ده الغطا الظهر بتاع اللي هما بيسموه الغطا المصبع، مصبع يعني صوابع بالشكل ده عشان يمنع دخول الاوراق وخلافه. ممكن يبقى هنا برضو كليرانس هنا 40 سنتي او 60 سنتي، وادي برضو نص كوع من حديد الظهر بحيث اللي هو يمنع دخول اي شوائب داخل الماسوره. نرجع تاني، من ضمن الشروط ان هنا يجب وضعها في الاماكن المنخفضه من الطريق على الا تزيد المسافه بين بلوعتين متتاليتين عن 200 متر. يعني كل 200 متر احط بلاعه، كل 200 متر احط بلاعه، ما تزيدش تقل. طب بعد كده نخش على انواع وانظمه شبكات الصرف. قال لك في نوعين من شبكات الصرف، في نوعين اساسيين من شبكات الصرف اللي هو الكومبايند. فين اهو ده الشكل اللي هو الكومبايند سيستم. ايه كومبايند سيستم؟ اللي انا عندي ماسوره الصرف الاساسيه اللي ماشيه في الشارع هي ماسوره واحده بس، وابدا اجمع عليها مواسير بتاعت المطر ومواسير الصرف اللي جايه من المنازل والمنشات واجمعهم مع بعض في ماسوره واحده، ده بيسموه الكومبايند سيستم. النظام الثاني بقى ده بنسميه السيبريتد سيستم. في النظام ده بنعمل ايه؟ بنبدا نعمل ماسورتين صرف، ماسوره لتجميع مياه الامطار والماسوره الثانيه عشان نجمع منها المجاري سواء من المنشات او المصانع او خلافه. يبقى اذا عندنا نوعين، نوع الكومبايند والنوع الثاني اسمه السيبريتد سيستم. اول حاجه الكومبايند داون زي ما احنا شايفين اهو، ادي ماسوره صرف بنبدا نجمع مياه الامطار ونجمع معاها مياه الصرف بتاعتنا، فده بيسموه الكومبايند سيور. طب ايه مميزات النوع ده الكومبايند سيستم ده؟ ايه هي مميزاته؟ اول حاجه او امتى بنعمله يعني؟ قال لك لو عندي الشوارع مزدحمه بالمرافق. يعني ايه مزدحمه بالمرافق؟ يعني تحت الارض بتاعتي او تحت الطريق بتاعي في شبكات كهرباء، اسلاك تليفونات، مواسير الغاز للغاز وللميه الشرب وخلافه، ففي حاجات كتيره جدا تحت الارض، فبالتالي مفيش مساحه اللي انا اعمل فيها السيبريتد سيستم، فبالتالي بلجا للكومبايند سيستم. ايه تاني؟ قال لك لو عندي كميه الامطار اللي بتسقط عندي قليله، فبالتالي انا لا داعي ان انا اعمل شبكه صرف منفصله لمياه الامطار، فبالتالي اصرفها على طول على ميه الايه؟ ميه المجاري. طب ايه تاني؟ قال لك اذا كانت درجه الحراره للمخلفات مرتفعه، طبعا احنا عارفين من خصائص
المياه المجاري زي ما خدنا في اول محاضره خالص، ان في درجه حراره، في تمبريتشر للميه دي. فبالتالي لو درجه الحراره عاليه يبقى يستحسن ان انا اصرف عليها ميه الامطار، فبالتالي تقلل لي من درجه الحراره، فبالتالي تقلل لي من معدل الايه التحلل البكتيري للمخلفات. طيب النظام الثاني وهو السيبريتد سيستم، ان ماسوره خاصه بعملها لصرف مياه الامطار، وماسوره ثانيه بعملها عشان اصرف عليها المجاري بتاعتي او ميه المجاري بتاعتي. طب النظام السيبريتد سيستم ده بعمله امتى برضو؟ قال لك لو كان هناك صرف، يعني في امكانيه في الارض ان انا اعمل ماسوره لصرف الامطار، وده بيبقى مهم بالنسبه لي في ايه؟ ان ميه الامطار دي بتبقى ميه نقيه، ميه اخرها بيبقى فيه تلوثات من الاتربه، فبالتالي بدل ما اروح اوديها لمحطه الرفع واتكلف كهرباء واتكلف بمبات اللي هي ترفع لي كميه الميه الزائده دي، طب ايه اللي هيخليني اتغلف في كده؟ او ايه اللي هيخليني اعمل كده؟ طب ما انا على طول اصرفها على البحار والمحيطات على طول من غير ما اوديها لمحطه المعالجه، وبالتالي احتاج تكلفه لمعالجتها. طب ايه تاني؟ لو كانت عندي كميه المطر كبيره جدا، يعني انا في منطقه مطيره، فبالتالي الكومبايند سيستم هيملا لي الماسوره بالكامل، لا يبقى انا اعمل السيبريتد سيستم عشان اقلل من الايه من الضغط بتاعي، وفي نفس الوقت برضو اصرفها مباشره على البحار والمحيطات من غير ما اوديها لمحطه المعالجه. طب ايه تاني؟ لو كانت تكاليف معالجه المخلفات السائله كبيره، فيستحسن ان انا اعمل شبكه صرف ميه وبرضو ارميها من غير معالجها، لان يعني احنا عارفين في بعض الدول بيبقى فيها محطات معالجه زي ما هنشوف قدام، محطات معالجه اوليه وبعد كده ثانويه او ثنائيه وثلاثيه. فانا لو عندي نظام المعالجه بتاعتي ثلاث مراحل زي ما هنشوف قدام، فبالتالي لازم هكلف كميه كبيره جدا من الفلوس عشان اقدر اعالج الميه دي كلها، فيستحسن ان انا اعمل السيبريتد سيستم لو كان تكلفه المعالجه عندي غاليه. خامس حاجه من ملحقات شبكه الصرف هي المواسير، البايبس. المواسير اللي انا ببدا استخدمها هي مواسير من حديد الزهر المرن اللي هو الدكتايل ايرن، هو ده شكله، او ممكن تبقى المواسير دي مواسير بلاستيك مقوى هي اليو بي في سي، او ممكن تبقى مواسير الحديد الصلب المجلفن جلفانايزد ستيل بايبس، او ممكن تبقى مواسير الاسبستوس الاسمنتيه، او ممكن تبقى مواسير الخرسانه المسلحه سابقه الاجهاد اللي هي البري ستريسد كونكريت بايبس، بيبقى فيها الياف من الحديد زي ما احنا شايفين هنا، ودي بتستخدم في المشاريع العملاقه الكبيره جدا، او مواسير البلاستيك المدعومه بالالياف الزجاجيه اللي اسمها الجلاس رينفورسد بايبس او الجي ار بي. دي كده انواع المواسير اللي ممكن نستخدمها. يبقى اذا اتعرفنا مع بعض على ملحقات شبكه الصرف، اتكلمنا عن المطابق او المان هولز، اتكلمنا بعد كده على غرفه التهدئه اللي هي سلو داون تشامبر، اتكلمنا عن غرفه ازاله الزيوت والشحوم، اتكلمنا عن مواسير اللي هي البلعات الرين سينكس، واتكلمنا في الاخر عن مواسير الصرف الصحي او البايبس بتاعتنا. والى هنا نكون وصلنا لنهايه المحاضره الثانيه، انتظرونا المحاضره الثالثه اللي هنتعرف من خلالها عن تصميم الشبكات وازاي نبدا نجيب اقطار واطوال المواسير وخلافه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.